أولا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا كان تحفيظي منذ الصغر أو منذ نعومة أظفاري في مدينة الخمس، حرسها الله وسائر مدن ليبيا الحبيبة وسائر بلاد المسلمين من كل سوء، ووقانا وإياكم وجميع بلاد المسلمين سائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. فتعلمت القرآن الكريم ونشأت منذ 10 سنوات أو ما يزيد، حتى أن ختمت كتاب الله عز وجل كاملا عن ظهر غيب في مدة تتجاوز 6 سنوات. أيوة، كان تعليمي أو تعلمت على بضعة مشايخ أجلاء لهم في هذا المقام وعلى قناتكم وعلى هذا المنبر الإعلامي، أسأل الله أن يجزيهم عنا وعن الإسلام خيرا. فبفضل الله وحوله ختمت القرآن الكريم في سنة 2017 أو 2007 بمعنى أصح، وانتقلت في 2008 إلى مدينة غريان لتحفيظ القرآن الكريم، وخصوصا في هذه المنطقة منطقة القواسم بمحلة البحرية. بدأ التحفيظ وبدأ هذا المشوار مع أناس أجلاء وأناس بسطاء، يعني متواضعون يرفعون أهل العلم ويوقرونهم ويقدرونهم حق التقدير، بل ويرغبون أبنائهم وينشئونهم في على السلوك الحسن الذي يعلم عليه القرآن الكريم أبناء المسلمين وبنياتهم. بدأت بعدد قليل جدا، دائما تعرف أن دائما في البداية مشقة، دائما تجد بدايات الأمور مشقة، ولكن الله عز وجل ييسر لكل ميسر. فنشأت في ما عدد لا يتجاوز 10 طلاب، بفضل الله حتى يعني استمرينا سنة تلو الأخرى تلو الأخرى، حتى أن صار العدد يتجاوز 200 طالب وطالبة في عدة، طبعا في عدة فترات متوالية ما بين الصباح والمساء وغيره مقسمة. وطبعا كله هذا بجهود بفضل الله، ثم بجهود أهل هذه المنطقة والأناس الخيرين الذين دعمونا وساعدونا. بفضل الله كانت لنا نتائج حسنة وطيبة على مستوى المسابقات الداخلية وعلى مستوى ليبيا نفسها، شاركنا في عدة محافل قرآنية وتوجنا سبحان بفضل الله وعزه وكرمه بخير التتويج ولو الكلمات الطيبة من المشايخ وأهل العلم وأهل القرآن. فنسأل الله أن يبارك في هذه المدينة وأهلها وأن يجزيكم وعنا وعن الإسلام خير الجزاء وأوفاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.